السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ واهلا بيكم في فورتنايت بالعربية. احنا في اخر اسبوعين في سيزون 4، خلاص سيزون 5 على الابواب، هيبتدي 30 نوفمبر ان شاء الله. هيبقى في فيديو مفصل عن اللي هيحصل في سيزون 5 قدام شوية. المهم ان الاسبوعين دول ما عندناش احداث كبيرة او حاجات كبيرة نقدر نغطيها عن طريق القناة، فانا جات لي فكرة في الاسبوعين دول احنا نربط الشخصيات الكبيرة اللي عندنا في عالم مارفل الموجودة في فورتنايت بلعبة ممتعة وظريفة وتقريبا كلنا بنلعبها دلوقتي، هي امونج اس. الموضوع بياخد شوية مجهود ووقت وانيميشن مننا، بس اتمنى ان هو يعجبكم. وهنبدأ بأول شخصية عندنا في عالم مارفل وهو وولفرين. وولفرين هيبقى هو النصاب امونج اس. ان شاء الله يبقى فيديو ممتع ويعجبكم، ولو عجبكم الفيديو وتفاعلتوا معاه اكيد هيبقى فيه شخصيات تانية كتير زي ايرون مان، زي دكتور دوم، زي بلاك بانثر. الاهم ان الفيديو يعجبكم. يلا بينا يا شباب.